جميعا. احسنت يا ابو تخيل وكلامك طيب، بس الله ان يعفو عن والدك وعن والدين. التعليق على كلام تفضل ابو سليمان على الناس، يعني يوم يقول الانسان يرحم نفسه قبل لا يرحم، يا سلام. يقولون يعني اللي ما في خير لنفسه ما جاء الناس من خير. صادق والله، يا سلام. يعني اذا هو بنفسه مقصر بنفسه ما يرجى من خير، والانسان ما حد يقدر يعزه ويرفع من قيمته وهو مرخص نفسه ما حد يقدر. فيقول احد الشعراء في هالموضوع، لو كل هو شريفة الفريدي، يقول لو كل غلطة على الصاحب نسجلها، فقدت ثلثين من مجموعة أصحابي. يعني هذه برضه توصي بالتسامح والتغافل. لو كل غلطة على الصاحب نسجلها، فقدت ثلثين من مجموعة أصحابي. لو كل غلطة على الصاحب نسجلها، فقدت ثلثين مجموعة أصحابي. لكن هذه نطوفها وهذه نجلها. ولا أقول وش قال زيد اليوم بغيابي، أشيل زلة رفيدي وتحملها، والأركض ورا كل فارغة بمشعابي، أشوف وصد واسمع وتجهلها، يا سلام. واجحد مدى غيظ قلبي وملك أعصابي، يا سلام. ورجي عسى صاحب السيئة يبدلها، يا سلام. إلا شافني عن طريقها قافل بابي، يا سلام. ولا ترك الكلمة لو تحللها، تطلع بوجهين من سلبي وإيجابي، صدق. واللي بي المشكلة دايم يحصلها، يا صعب درب الوفاء ويهون الأنشابي، يا ربي. واللي بي المشكلة دايم يحصلها، يا صعب درب الوفاء ويهون الأنشابي. ومسيرتها للطيب مهونها ومسهلها، لو انها بالعلوم وفتلة، يا سلام. لكن تجي ساعة بين علالها، لا صار وقت اللزوم وحزم تلابي، والهرجة اعرف عوزبها وتسايلها، قدام تخطي هدفها وانت بنابي، والنفس ما يعزها يا كود شايلها، ولا يطيب للناس من للنفس ما طالب. الله الله. النفس ما يعزها يا كود شايلها، نعم. ولا يطيب للناس من للنفس ما طابي، وتلقى من الناس مثل اللي تعاملها، تلقى من الناس مثل اللي تعاملها. ولا اختلف شيء تلقى منك الأسباب، لا تظلم الناس، يا سلام. تلقى من الناس مثل اللي تعاملها، صحيح. ولا اختلف شيء تلقى منك الأسباب، كم واحد ما يبين لو هو تسلها، بسدود بعض الرجال أضيع على رقابي، صدق. الكلمة اللي أنت منها تستحي قلها، ترى اللي اختصنان الرمح ما صار، ما صار. الله يسلمك، صحة حسن الفريدي، ما شاء الله. أنا 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 الحقيقة متأكد إن حتى